امبارح كمان انا بقول لكم امبارح كان في احداث كتيره جدا. امبارح كان يوم رياضي جميل جدا، كله احداث مبهجه واحداث سعيده، بدايه من منتخب الشباب اللي تاهل لكاس الامم الافريقيه، بعد كده النادي الاهلي اللي فاز على استاد ابيجان، ونادي بيراميدز اللي فاز على ساجرادا الانجولي. وخلينا ابتدي مع منتخب الشباب، طبعا الف الف مبروك لمنتخب الشباب ولكل الجماهير المصريه. امبارح كان تاهل بالفعل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكاس الامم الافريقيه بعد الفوز الصعب والغالي جدا على منتخب تونس بهدف نظيف سجله نجم الفريق احمد خالد كبك. بقول غالي وصعب ليه؟ لان احنا لعبنا ب10 لاعبين من نص الشوط المباراه الاول عشان يتاهل منتخبنا بقياده روجيرو ميكالي لنهائيات كاس الامم الافريقيه، اللي منها ان شاء الله نتاهل لنهائيات كاس العالم، وبعده ان شاء الله لنهائيات دوره الالعاب الاولمبيه 2028. ليه الفوز امبارح على تونس كان اهم مكسب للجيل الحالي؟ زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، لانه لا قدر الله لو كنا خسرنا وخرجنا من التصفيات كنا هنفقد جيل كامل وهنفقد فرصة التأهل لكأس العالم للشباب، وبالتالي هنفقد فرصة المشاركة في أولمبياد 2028، لأنه أكيد مش هنكون متواجدين في كأس الأمم تحت 23 سنة اللي هتكون في 2027. يعني كنا هنفقد فرصة كبيرة جدا أن يكون عندنا تواصل أجيال بين منتخب 2005 ومنتخب 2008 بقيادة كابتن أحمد الكاس اللي شرفنا هو كمان وتأهل لكاس الأمم الأفريقية. وأكيد المنتخبين هما نواة للمنتخب الأول في كاس العالم 2030، عشان كده كان مهم جدا إن احنا نحافظ على الجيل ده من منتخب الناشئين ومنتخب الشباب ونتأهل لكأس الأمم للناشئين والشباب، ونحافظ على تواجدنا دايما في البطولة في مختلف الأعمار السنية. نتائج منتخب الشباب في البطولة بدأت مصر والمغرب، انتهت ب 1-2 للمغرب. مصر والجزائر كان تعادل 1-1، ومصر وليبيا، مصر فازت على ليبيا 2-1، وتونس مع مصر اللي هي المباراة كانت بتاعت امبارح مصر فازت 1-0. مهم جدا ان انا اقول لحضراتكم قائمة منتخب الشباب، النجوم الصغيرين اللي هم في يوم من الايام هيكونوا نواة للمنتخب الاول باذن الله، اللي قدروا ان هم ينجحوا في ان هم يقطعوا تذكره التاهل لكاس الامم الافريقيه، منهم طبعا عبد المنعم تامر وسيف الدين عصام، معتز محمد، احمد عبدين، وعبد الله بستانجي، وسليم طلبه، وحسام حسن، واحمد خالد كباكا، وعمر عموري، محمد زعلوك، واحمد شرف، وعبد الرحمن خالد، ومحمود لبيب، وعمر خضر، وحازم جمال، وعمر خالد بيبو، ومحمد السيد، ومروان محمود، ومهاب سامي. مبروك لمنتخب مصر للشباب والجهاز الفني بقيادة روجيرو ميكالي، ومبروك لمنتخب مصر للناشئين والجهاز الفني بقيادة كابتن أحمد الكاس، وبالتوفيق إن شاء الله للكرة المصرية في اللي جاي. خلينا بقى نشوف فرحة لاعبي منتخب مصر للشباب بعد التأهل الصعب اللي قلت لحضراتكم لعبنا ناقصين لاعب 10 لاعبين، بس كانوا 10 رجالة في الملعب قدروا ان هم يفرحوا كل الجماهير المصرية. ونشوف بقى فرحة لاعبي منتخب مصر للشباب بعد التأهل لكأس الأمم الأفريقية.